السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم وفقرة جديدة من لقاء خاص. الحقيقة كل ما بشوفكم يعني بتتجدد السعادة في قلبي، يعني في على هذه الشاشة وهذه الأوقات، رغم صعوبتها لكن بتبقى فرصة إن احنا نطمن بعض. ضيوفنا الأكارم كل واحد في تخصصه يعرفونا إيه مواقع أقدامنا، إزاي نتعامل مع الوضع الجديد، الأزمة الجديدة اللي احنا على يقين وعلى حسن ظن بالله مع كل إجراءات الحذر والوقاية والالتزام بالتعليمات على كافة المستويات، عندنا يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيكشف هذه الغمة وإن شاء الله نطلع منها أحسن وأكثر ولاء وحبا لبعض ولبلدنا وأكثر تلاحم وأكثر وعي على المستوى الصحي، سواء الصحة النفسية أو الصحة البدنية. الصحة النفسية ده وقتها الحقيقة هي مهمة طول الوقت، لكن كيف نتعامل مع وضع جديد، مع صدمة جديدة فجأة صحينا من النوم لقينا العالم كله عيلة واحدة بيواجه كارثة معينة، إحنا كعرب وكمسلمين كيف نتعامل مع هذه الأزمة على المستوى النفسي؟ لأن بعض الناس يبقى مهتم جدا بحياته الجسدية، اللحم والعظم والخوف من الميكروب أو العدوى، لكن أحيانا يأتي هذا على حساب الصحة النفسية فيحبط فتصيبه الأمراض وتضعف مناعته. بين الصحة النفسية والصحة الجسدية يسعدني أن يكون معي ضيف عزيز مبتسم دائما متفائل، أستاذنا الدكتور حسام الدين أمين، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. مرحبا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، اشكرك جدا على المقدمه الجميله. ابتسامه جميله في النهار المشرق الجميل. اشكرك وانتوا دايما بتاخدوا ايدينا وايد المجتمع لما هو احسن، لما هو افضل. احنا بنتعامل احيانا بعشوائيه، بعدم علم، ثقافتنا على قدينا كجمهور عموما، لكن حضراتكم لكم دور طول الوقت في تعديل السلوك، في ضبط النفسيه على المؤشر الايجابي اللي لا ينهزم أمام أي صدمة أو أي أزمة. صحيح. كورونا الأزمة الحالية اللي أنا قبل ما أبدأ مع حضرتك قلت لي إحنا أنا مش مشكلتي في كورونا دلوقتي، ما بعد كورونا، قلت بداية التفاؤل يعني هتعدي إن شاء الله. اتفضل يا دكتور. والله الحقيقة الفكرة كلها في منتهى البساطة، اللي ما ينفعلش مع المرض دوت يبقى مش طبيعي. أول نقطة، ما يعني ينفعلش، اللي ما ينفعلش اللي هو ايه، ما يتخضش، ما يخافش، ما يعني ده يبقى مش طبيعي. ما نقولش ده راجل مؤمن عنده يقين لا، يعني احنا الطبيعي ولا الطبيعي الانسان الطبيعي بشكل انه لازم نخاف. يعني احنا نتفق ان اي حاجه بتهدد الحياه او بتهدد المستقبل او بتهدد حياتي في اي شكل فلازم اخاف، يبقى الخوف والقلق ده منطقي، واللي ما يخافش ولا يقلق يبقى هو اللي مش طبيعي. ده اولا عشان نتفق. اذا احنا مع الجميع ان يحصل الخوف والقلق من اللي احنا بنسمعه، ده منطقي، لان الخوف وسيله او اليه من اليات الدفاع عن النفس. بالظبط كده، واخذ الحذر والوقايه. اشكرك. وهي دي الحقيقه سلم. صحيح. فده انفعال منطقي لحمايه النفس، لكن ليه شروط، ما يزيدش عن حده. ومن هنا الوقوف بقى. ايوه، نقطة ايه حده بقى؟ يعني هل في حد للخوف وازاي نتحكم طبعا في انفعالاتنا وما نهولش ولا نهون؟ ببساطة جدا حضرتك، أي شيء الإنسان بيخاف منه لازم عشان يبدأ يهدى إن احنا نوفر معلومات عنه. دي أول نقطة، كلما بانت وبقى فيه معلومات كويسة جدا، معلومات صحيحة. صحيحة. بأكد على النقطة دي. أشكرك. من مصادرها ومن المختصين. بالظبط. عشان كده احنا فجأة بنتحول كلنا مفتين وكلنا أطباء وكلنا مرشدين للصحة وفي أي مجال، دي مشكلة حقيقية. دي حقيقة. ولذلك الخطر فين حضرتك؟ لما يكون في مجتمع فيه شائعات. إذن هنا المصدر بتاع المعلومات هيبقى مش ما أنتش عارف. مضطرب. بالظبط. كل واحد بيقول لك حاجة. كلما حصل تضارب كمان في المعلومات ديت ازداد القلق وازداد الخوف. مفيش مصدر موثوق.
لا وغير كده من كتر الشائعات يعني. المشكله كمان حضرتك تضارب المعلومات هي دي في حد ذاتها كارثه على البني ادم نفسه، ان انت عندك معلومات متصادمه، يعني دي عكس دي، يقول لك ده سبب كذا كذا، يقول لك لا 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 ده سبب كذا. انت النهارده ما بقتش عارف، يزداد القلق ويزداد الخوف، ودي حته خطيره جدا يعني. طيب خلينا نقول في ظل اللي احنا فيه ده، احنا عندنا منظمه عظيمه ولها تاريخ وما بتهزرش ولا بتجامل، اللي هي منظمه الصحه العالميه. بالظبط. العالميه يعني منظمه دوليه اكتر من دوليه، عالميه، مش معنيه باي توجه غير صحه الانسان. فهل حضرتك، انا ليه ذكرتها؟ عشان نذكر مصدر الناس تثق فيه، لما يقول معلومه يبقى يؤخذ بها. هل فعلا هذا الاسم ناخد منه معلوماتنا واحنا مطمنين؟ العالم دلوقتي قريه واحده. كويس. اذا ومنظمه الصحه العالميه منظمه موثوق فيها، انما الحقيقه مش كل الشعب يعرف يبقى ياكسس عليها او يعرف يدخل لها عن طريق الانترنت او غيره يعني. لان ده مصدر. اذا لازم يكون عندي جهه وسيطه. الجهه الوسيطه دي مش هتالف. فمثلا احنا عندنا في مصر اللي يتبع منظمه الصحه العالميه وزاره الصحه المصريه. طبيعي. وزاره الصحة في العالم. لا اقصد وزاره الصحه في كل بلد يعني. فانا بالنسبه لي في مصر وزاره الصحه. صحيح. وزاره الصحه بتقول الواقع، جزء من الواقع اللي احنا بنعيشه، وبتقول هم بيقولوا ايه. اذا ده مصدر موثوق. الحقيقه للاسف الشديد جدا نتيجه زي ما قلت لك الانفعال والخوف بيخلي ناس مش بتنقل معلومات، بتنقل استنتاجات شخصيه. ده بقى الخوف السلبي او الخوف المبالغ فيه، لان حضرتك قلت لي الخوف مهم. صحيح. بس ده تهويل. التهويل ده خطر جدا، لان في ناس اساسا ما عندهاش الفكر انها تستقي من مين هو المصدر اللي ناخد منه، وبالتالي بتحصل المشكله. هنا الخوف بيزداد، الادرينالين اللي هو بيصدر بيخرج من الجسم في حاله دفاعيه بيزداد جدا. تخيل انت غده ليل مع نهار وانت قاعد عماله تفرز، تفتكر مش هتاثر؟ يبقى خطر جدا على المناعه بتاعت الانسان. الغده دي مسؤوله عن ايه تحديدا يا دكتور؟ الغده دي اوتوماتيك بتفرز لما يكون الانسان متعرض للخطر. بمعنى ايه حضرتك؟ ببساطه جدا، الله لا يقدر ولا يكون يعني، لو احنا قاعدين كده ودخل علينا اسد هنعمل ايه؟ طبعا يعني هنفط او انطلاقه لا شعوريه طياره. الادرينالين ده بيديني قوه وبيعمل ضربات قلب عاليه جدا علشان اقدر اهرب. اذا دي درجه من درجات الخوف العاليه جدا اللي احنا بنسميها درجات الهلع. 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 اللي انت النهارده ايه ده؟ يعني تبقى ايه؟ طيب من الحاجات الخطيره جدا جدا ان احنا ننقل معلومات عن الوفيات. دي احنا حضرتك مش في معركه حربيه. حرب احصائيات بقى للاسف. خد بال حضرتك، اولا للاسف الشديد موضوع ان احنا نقول الوفيات دي خطر جدا ليه على المجتمع، لسبب بسيط، انا مش في معركه حربيه. عشان تقول لي النهارده القتال حصل ايه وتقول لي النتائج، يعني الكلام ده خطير جدا. طب دي مش امانه علميه؟ بتزود وعي الناس ان الموضوع مش سهل، عدد المصابين كذا، عدد الوفيات كذا، يعني دي مصدرنا اللي احنا بنتلقى منه، سواء وزاره الصحه في كل بلد اللي بتتبع ومنظمه الصحه العالميه، فدي معلومه هيخفوها ازاي؟ ما هو انا مع حضرتك، بس الحقيقه احنا ما نذكرهاش ليه؟ معلش، احنا لازم نعمل حاجه اسمها ثقافه المجتمعات. اذا كان في مجتمع غربي بيعمل كده، انا ما اعملش كده لسبب بسيط. ايه هو حضرتك النتيجه انك لما تعرف ده تخاف اكتر ولا تحتاط اكتر؟ الحقيقه لا ده ولا ده. تقصد تقول يا دكتور ان كل مجتمع خصوصيه في التعامل طبعا مع الارقام؟ الثقافه. ثقافه المجتمع. انت بتشتغل على ثقافه المجتمع. انت هنا ما بتضلش، ما انت مش هتقول رقم غير الرقم، ده اسمه ضلال. انما حضرتك يعني ما ينفع امريكا ما ينفعش في مصر. بالظبط. ما ينفعش في لبنان، وهكذا يعني. وهكذا. اللي عايز بقى يوصل لارقام يوصلها. طب انا لما يحصل عندي كده، انا النهارده بقول للناس ليه؟ عشان تحتاط. كورونا
عبارة عن فيروس بيصيب واحنا قد يكون ما عندناش مناعة، فبالتالي احنا محتاجين نحتاط. بقولها لك ببساطة، الاحتياط عبارة عن ايه؟ نظافة عالية زيادة عن الطبيعي بتاعنا، واحتياط وخلاص. بس انما الحقيقة للأسف الشديد جدا العالم بيمرض مرض تاني جانبي جنبه، الأمراض النفسية اللي هي هتكون موازية لهذا الموضوع، واللي احنا عايزين فعلا ننصح الناس بيها في الحقيقة، واللي هي بالتالي بتخفض شغل جهاز المناعة في الإنسان، وهي دي الخطر، الإحباطات واليأس والخوف والتوقع وبكرة هنعمل إيه والناس بتموت وبتاع، ينهزم الإنسان أو يموت قبل ما يموت لو قدر له الموت يعني. والله حضرتك يعني بتلمس، ما هو الخوف والقلق والهلع ممكن يؤدي إلى كده. واحنا عندنا الحقيقة للأسف الشديد، ودي يمكن يعني من تحذيراتي النهاردة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك، إن في مرض خطير جدا متعارف عليه اسمه الوسواس القهري. معروف طبعا. الوسواس القهري في من أحد العلامات بتاعته هي النظافة الزيادة عن اللزوم. مريض الوسواس القهري مهما غسل إيده عنده الشك إن هو لسه مش نظيف. أنا آسف جدا. بيتعذب بالطهارة. يعني هو بيتعذب يغسل وشه 100 مرة وما يحسش إنه بينضف، معذب. رغم انها نظافة بس مش طبيعية. وانا الحقيقة من واقع يعني تحليلي ورؤيتي ومتابعتي الكم الهائل جدا من المنظفات، انا اسف انا بتكلم على بلدي لان انا ما خرجتش خالص اثناء هذا الكلام. الحقيقة كم المطهرات اللي الناس بتجيبها وكم التعقيمات وكم الحاجات اللي بتحصل دي كلها، دي زيادة عن اللزوم، مش ده اتقاء خالص، مبالغ فيها يعني. وهي الخطورة في حاجة تانية، ان حضرتك مع هذا الاستمرار بيؤدي لحاجة اسمها العادة. لو هذا الموضوع قلب لعادة منتظمة بالظبط، فتصبح عادة، هنا العادة دي يبقى قلب مرض وسواس قهري، وده خطر جدا. ولذلك لازم التنبيه على القدر الكافي من النظافة. حتى النهاردة الناس نسيت ان الماء طهور، الناس ما عندهاش الفكر ده. يعني الناس مش فاهمه ان الماء في حد ذاته هو طهور اساسا في ذاته. فانت يوم ما بتستخدم مسحوق زياده، صابون، مش عايز اقول اسماء ماركات، لكن في انواع مهمه جدا للطهاره، بسيطه ورخيصه، ممكن عايز وكفايه، مش عايز اكتر من كده حضرتك. ولما نقول كفايه على المستوى الصحي من كلام الاطباء، سواء الاطباء النفسيين او يعني الأطباء في التخصصات المختلفة، معناها أن بندي أمان للإنسان الفقير مثلا اللي هو مش في إمكاناته يجيب منظفات، كفيها كفيك الصابونة والماء، مش كده؟ صحيح. يعني ده متاح للجميع يعني جدا. وخد بال حضرتك، يعني من عظمة الإسلام أن هو أساسا بيحافظ على النظافة الجسمانية أساسا. يعني شوف حضرتك النهاردة الإنسان بتوضى 5 مرات مثلا، والنهارده بيدخل في غسل الجمعه، وفي يعني في منظومه الطهاره في الاسلام. ده اول كتاب في كتب الفقه، اسمح لي يا دكتور، كتاب الطهاره وتعرف على انواع الماء. يعني احنا سابقين العالم جداً. بس مشكلتنا ان احنا لا نتعاطى مع هذه النصوص بجديه. صحيح، نسيناها. اتفضل. من الحاجات كمان المهمه جدا حضرتك ان احنا ضد القاذورات. يعني لن يكتمل إيمان حد إلا لما يكون نظيف، صح؟ طبعا. ولا طبعا فكرة النجاسة بالتعبير الفقهي يعني معروف إيه كيف دي ضد الإسلام. صح. وبعدين اسمح لي، حضرتك بتكلم علمي وأنا بكلمك كشيخ بقى، يعني طبعا شرف مهم قوي. يعني حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين لاثنين رجال قال إنهما يعذبان، يعني ده وحي بقى من الله للرسول بس لوحده. أيوة. وما يعذبان في كبير. يعني الناس بتفتكر هيتعذبوا في ايه؟ عمل الناس بتشوفه بسيط، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. شوف النظافه اهي، شوف ترتب عليه عذاب القبر، دي حاجه كبيره، والناس لا لا لا, لا تلقي بال للمساله، دي حاجه بسيطه يتعذب بسببها. طب اذا كان ده بقى تحذير الشرع الانسان، يعني عدم التطهر والتنزه من البول والحرص على النظافه يؤدي الى عذاب القبر. صحيح. يبقى المسلم يعمل ايه؟ حذر، يبقى دايما نظيف، دايما متطهر. يعني انا اسف بعض حضرتك بس يعني بنتكلم الفكره يعني.
فكرة كمان حضرتك ان احنا النهاردة قبل ما نتناول اي طعام لازم نغسله كويس، وده كلام بسيط، ونغسل ايدينا وناكل ونسمي الله. حتى انا النهاردة يمكن من الحاجات العظيمة جدا، اسمح لي لان انا دي حافظها يعني، دايما الانسان يراعي ان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ده النص مهم ده موجود، انسان يقوله ثلاث مرات، اسمه اذكار الصباح والمساء. يعني الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وليه مش كل وقت؟ يا سلام. لا كل حاجه اقصد اقول ده لا يمسه يعني ضر يعني طبعا ده. حاجه جميله جدا. لازم هنا حضرتك انا بقوي الاعتقاد، بقوي تركيزي في الاعتقاد، بدل نفسي ثقه بعليها، وبالتالي هقدر اتعامل مع الشيء الخفي ده. الشيء الخفي ده جزء يتعلق بالصحه النفسيه. جد بص حضرتك، الصحه النفسيه عباره عن ايه اساسا؟ حاجه في منتهى البساطه تعرفها البسيط، هي جوده الحياه. الله، كيف اعيش جوده الحياه جيده يعني. حياه جيده عباره عن ايه حضرتك؟ ان انت تعيش بدون ازمه نفسيه، ان انت تعيش وعندك امل وعندك ثقه في ربنا واحد وفي نفسك وفي الاخرين. درجه الثقه، ااكد لحضرتك، من يعاني في هذه الفترات هو ضعيف الثقه. اسف جدا اذا كنت بقول هذا كده. في نفسه ولا الثقه بالله؟ كل بص حضرتك، الثقه في الناس. اسف جدا. الثقه في ربنا اولا، ده هتلاقيه ضعيف. نمره اتنين، الثقه في نفسه هتلاقيه دايما قلق. نمره تلاته، في اللي حواليه. اذا دول تلات عناصر بيدوا قوه جامده جدا لاي انسان ان يتغلب على اي حاجه في الحياه. كيف تتواجد هذه العناصر الثلاث في هذه يعني هذه الجائحة كورونا؟ ازاي نعيد هذه الثقة بعناصرها الثلاثة للناس ونعدل سلوكهم على هذا الأساس؟ أشكرك جدا. تعال حضرتك النهاردة، أولا لما تيجي تحارب عدو، أول نقطة، من هو العدو؟ العدو خفي. العدو لا يمكن تسأر منه. احنا عارفين في الصعيد حضرتك لما حد يقتل حد انت عارف فين طبعا، فبيعمل ايه؟ عارف ده، فتبتدي تحاكمه بعد ما اذاك. طيب هل تقدر تحاكم او تسأر من فيروس؟ العالم كله بيجري وراه بيدور عليه. نسأل الله العفو والعافيه. الله. اذا الفكره النهارده ناخد بالنا، بدل الشيء دوت غير مرئي، وبدمت انت تعلم انه جند من جنود الله، ودي حتة مهمة جدا، فانت النهاردة عليك ايه؟ صلح من نفسك. هل جند الله ممكن يأذيك؟ طيب واحد يقول يعني النهاردة اللي مؤمن جدا مش هيسيبه، ومين قالك كده؟ مين قالك ان معاد لو حد الله يعني كتب ان هو يقدر ان هو يتوفى، مين قالك ان هو بسبب فيروس؟ انت بتعتقد لا يمكن يكون بسبب فيروس، هو ربنا جعله سبب، انما مش عشان انت حلو او انت وحش. لكن الثقه طول ما انا حي انا بعمل ايه؟ لازم استمسك بثقتي في الله، واعمل الشيء عشان انا الله لا يقدر لو حصل لي حاجه فانا اخر عمل ليا كان عظيم. ده بقى تعديل السلوك، ودي نقطه مهمه جدا في فلسفه التعامل مع الابتلاء، وخصوصا انه يبقى يحصل فيما هو معروف وفيات بتحصل بسببه. المسلم بالذات بيبقى محصن بمجموعة تحصينات، ان مثلا الموت بالطاعون قدر الله، ربنا يحفظ الجميع، وده طاعون يعني ده مرض يطعن الانسان يعني، صحيح، وان كان مع اختلاف المسميات. في شرعنا في الاسلام، من صبر عليه واحتسب بيموت شهيد. بالظبط. ففكرة الشهادة والموت الجميل اذا صح هذا التعبير بتدي مناعه الانسان وهو حي، يعني بتحصله، افرض معنا كلنا هنموت لاي سبب، تتعدد الاسباب، فاذا حصل فيعني الاجر محفوظ. هل دي الفكره، دي فكره الشهاده والنصوص اللي جايه تقوم فعلا بترفع مناعه الانسان تخليه ياخد بكل الاحتياطات لكن لا ينهزم نفسيا امام كورونا او غيرها؟ بالظبط حضرتك، بالظبط زي المؤمن اللي بيجاهد، اللي كل الناس عارفة الجهاد. الجهاد عبارة عن ان انت دخلت معركة ضد عدو،
ايا كان هو العدو. العدو اللي انت دخلته ده في ميدان القتال قتلت او قتلت، ما انت ده انت داخل معركه بالظبط، ده يغلب على ظن الانسان. منطقي ولا مش منطقي؟ طبعا منطقي. طيب تخيل ان انت كنت في الاول بقى وانت بتواجهه كنت يعني نقي جدا وعملت اللي عليك كما لو كنت يعني يعني كل حاجه بتعملها في زمن قليل جدا. هتكتشف ايه وحصل لهذا الكلام، انت مت على ايه في الحاله دي؟ مت على نقاء، ودي حاجه ما بيطلعش زي الشهيد بالظبط. يعني هو لسه انا ما اقدرش احكم الشهاده دي شكلها ايه، ما اقدرش انا، لكن انت في اخر لحظه قبل ما تموت كان شكلك ايه قدام ربنا؟ كان شكلك ايه قدام ربنا؟ دي جمله جميله جدا، خليني يعني عبر عنها بالقران. لما ربنا قال لنا الفكره ان كله هيموت، لكن هنموت على انهي شكل؟ بالظبط كده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ده السلوك. صحيح. التقوى مش فكره بس الصلاه والعباده المحضه، تقوى ربنا في تجويد الحياه. ايوه. بالتعريف النفسي يعني. أعيش حياة جيدة مع الله ومع الناس وبشكل عام مع بلدي مع أحبابي مع في العلاقات الاجتماعية الحياتية. اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام. إن أنا أموت على التوحيد، على العقيدة السليمة، معرفة بربنا صحيحة جيدة. إذا فكرة الموت اللي هي تحق على الإنسان مؤمن أو غير مؤمن هتحصل، بس فكرة على أنهي شكل. أيوة. أنا بس ترجمتها بالآية يعني. صحيح. نعم. فضل أشكرك جدا. حضرتك النهاردة إحنا قدام موقف برضو في منتهى الأهمية عايزين ناخد بالنا منه. كورونا لما جت إحنا عندنا حاجة اسمها الحيلة الدفاعية، ده لفظ اصطلاح في علم النفس. إيه عبارة عن الحيلة الدفاعية؟ عبارة عن إيه حضرتك؟ هننقسم أقسام كتير، منهم واحد هيكون عنده نوع من أنواع الانسحاب، ده لفظ كده الانسحاب. الانسحاب يعني ايه؟ يعني حضرتك النهارده من الذهول هتلاقي نفسك انكمشت وقعدت مع نفسك وانطويت وبقيت ايه؟ قعدت مع نفسك، ده هيعمل لك امراض خطيره جدا. ادي واحد. ايوه، ده الانطواء شيء غير الاحتراز والزم بيتك ملهاش علاقه. ده موضوع وده ملهاش علاقه. بس انا بقول اصناف الناس على المستوى النفسي. بالظبط كده. انا بقول لك اصناف الناس في الفتره دي. وعندنا نوع تاني اسمه الانكار، ان في ناس بتنكر هذا التأثير خالص، لذلك هي عايشة حياتها خالص نازل ولا همه، انكار ان في حاجة اسمها كده اساسا. وده الحقيقة نوع خطير جدا بيصيب النفس لدرجة ان هو يقعد يسخر وهو معرض لهذا الموضوع بخطورة جامدة جدا. خد بالك يعني ايه؟ يعني عندي انسحاب وانكار وانسحاب، وبالتالي هيحصل عندنا كل واحد هيبقى له منظور مختلف ورؤيته لهذا المرض. لذلك من اكبر الدلائل عليا انا ان تلاقي الناس عايشه حياتها بدون ما تلتزم ب احذر احذر احذر، هو ما بيحذرش خالص، لذلك هو هيكون هو عرضة. مش عايش حياته. لا، هو كده بيسعى لهلاكه، مش كده؟ بس الحقيقة هي في الحقيقة في المعنى السلبي هو عنده صدمة، هو مصدوم أصلا طبعا، فبيواجه الصدمة دي باللاوعي يعني، مش كده؟ هي دي بقى الحيلة الدفاعية عند البني آدمين، بنقول دفاعية لا شعورية. وبيسميها كمان عندنا برضو في علم النفس اسمها ميكانيزم الدفاع، ان هي يعني آلية بقى. أشكرك جدا. بيخلق جواه آلية دفاع خاصة بيه هو بس. بالظبط كده. ده كل إنسان بقى حسب تكوينه الأساسي هينفعل معاها إزاي. ولذلك هنلاقي اختلافاتنا في طريقة المعالجة، لأن إحنا مش قادرين ندرك هذا الكلام. ومن هنا هيحصل حاجة خطيرة جدا، إن في ناس هتتصاب نتيجة إنكارها ده. طبعا، لأنه بيختلط بالناس. بالظبط. هو داخل زي ما بيقولوا كده بصدره في الموضوع بدون اي احتياطات. بس هو الحقيقه خليك في نفسك، لكن هتاذي غيرك. واحنا عندنا حتى في الحديث وفر من المجزوم فرارك من الاسد. صحيح. منتهى الوقايه. منتهى الحجر الصحي او العزل الصحي. طيب يا دكتور، انا عايز استفيد من وجود حضرتك. احنا دلوقتي الاسر يعني سواء العربيه او الاسره بشكل عام، منظومه الاسره
تقريبا بيعاد تشكيلها من جديد في واقع صحيح. اجتماع جديد في ظل كورونا، ربنا صحيح. يعافي الناس جميعا منها يا رب العالمين. الناس قعدت في بيوتها، ما كانوش بيتقابلوا، كان في شكوى من الفراغ، والزوجه في وادي، وزوج مشغول بقى بالجري على اكل عيشه، والاولاد مع الانترنت، كله بقى في مواجهه. ودي احيانا على ما فيها من ايجابيات بتعمل صدمات، لان كانهم بيتقابلوا من جديد. صحيح. واحد النكت اللي على الفيس واللطافه بيقولها، انا والله اكتشفت ان مراتي لطيفه قوي، يعني ما كانش بيشوفها ولا بتشوف، وهكذا الكلام اللي احنا بنقراه. كيف نتعامل مع هذا الوضع الجديد الاسره يعني؟ والله اللي حضرتك بتقوله ده هو ده الواقع، لكن احنا عشان ما نقولش مجرد نصايح مش هتتنفذ لازم نفهم الحكايه دي في الاول اساسا. ايوه. اولا انا عندي اجتماع هيتم، مفيش انسان في الدنيا او مجموعه تتغير بين يوم وليله. طبعا. ناخد بالنا في الحته دي. يعني اقعدوا بقى لا 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 لا. لكن ايه اللي هنقوله للناس عشان نفتح البوابه دي عشان يحصل نغير العادات السلبيه اللي كانت بينهم؟ اول حاجه حضرتك، اول شرط لنجاح التفاعل ده ان هم يسمعوا الاول لبعض. خد بالك. يعني انا ايه؟ انا مش هتكلم. انا هقعد اسمع. يعني الزوج يسمع من زوجته يشوف تاثير هذا الموضوع ايه، يسمع ويسمع. دي محتاجه تدريب طبعا، لان كانوش بيتقابلوا. لا بيتقابلوا، كانوا في حاله صمت، بس يعني اقصد اقول كان الناس مشغوله. دلوقتي خلاص ال 24 ساعه تقريبا في وش بعض، يسمعوا البعض. دي عايزه تدريب في عناصر معينه، في نصائح معينه عشان طبعًا. نوصل للمستوى ده طبعا. بص حضرتك، هم كانوا بيشوفوا بعض. احنا مش عايزين نلغي دي، اقصد مش بالوضع الحالي، بس كان في حاجه تانية بيجمعهم، عمل معين بيقوموا بيه. يعني ما كل واحد عليه دور، ده يجيب الخضار وتسوي وتعمل، كل واحد بيعمل دور. أيوة. وبيفترقوا عشان كل واحد في عمله، وهكذا. هنا في اتفاق اساسا متعارف عليه. انما احنا قدام حته جديده، الفتره الزمنيه كبرت. هنا الحقيقه لازم ينتج عنها هي فتره التواجد في البيت. التواجد في البيت فتره طويله، محدش متعود على الفتره الطويله دي. طب يعملوا ايه؟ هنا بقى في مشكله كبيره جدا. قبل ما ناخد المشكله دي هاخد اتصال، اسمح لي. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ام عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. انا دكتور كنت عاوز اسال الدكتور في نصيحه كده. ها اتفضلي. انا خالص ويعني كنت حاجه يعني تقوى جهاز المناعه وكده، وانا جوزي يعني سكري بعيده كده، فوالدي عنده الضغط، والدي عنده السكر، فبروح ازورهم يعني زي حاجه دي ولا ايه؟ طيب حاضر. يعني الدكتور هينصحك، بتسالني عن ان هي والدتها ووالدها بعيد عنها، يعني زوجها في قريه وهم في قريه بعيد. فهي من برها بيهم وهم محتاجين لزيارتها، تتعامل ازاي يعني؟ عايزه تزورهم، التواصل يعني. في ظل الحجر والحظر والخوف والتوقع، هل في سلوك معين طبعا يعني؟ بص حضرتك، اذا كان في فرصه لزيارتهم صد رد عشان قبل الحظر، فدي هتاخد عليها ثواب عظيم جدا. لان المساعده ظروف، ودي من ضمن النصايح للناس في فتره الحظر. كيف تستطيع ان انت تساعد الناس في الحظر، يعني في عدم الحظر، يعني في الوقت اللي متاح ليه. متاح. كلما كان الانسان يقدر يساعد، ده عليه ثواب فظيع جدا. ولذلك تحضر له حاجه عشان تروح له تاني يوم، الحاجات دي كلها دي تساب عليها طبعا. بس النهارده لازم ترجع لبيتها. طبعا. في الوقت التاني. وبرده يعني مع اخذ كل الاحتياطات ده لازم، الطبيه والوقائيه. بالظبط كده. يعني الحياه ما بتقفش، لكن في نفس الوقت نبقى واخدين حذرنا يعني. صحيح. ونداء الحذر ده نداء ايماني قبل ما يكون طبي وصحي. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. صحيح. والقاعده مفتوحه يعني. اتفضل دكتور. يمكن حضرتك انت عشان قلت لي حته الحذر دي، في حاجه اسمها المسؤوليه حضرتك. المسؤوليه طبعا. خد بال حضرتك، الاب هو المسؤول الاول عن الاسره طبعا، والمحافظ هو المسؤول عن محافظته.
والرئيس هو المسؤول عن الدولة. أصبح قرار كل واحد في كل درجة ده من مسؤوليتي. حط نفسك مكان أي واحد مسؤول، لأن أنت هتساءل في يوم من الأيام. صحيح. فلذلك اسمه مسؤول. مسؤول أهو. وبالتالي أنا النهاردة بدور على الحفاظ على الروح بقدر الإمكان. طبعا. إن إحنا نوفر لها الشيء اللي يبقى خطر عليها. في فرق بين إن أنا أقول لك ده عشان أحافظ عليك عشان أنت ما تعمليش مشاكل، في فرق إن أنت يكون عندك الهوى. انت عايز تعمل حاجة لمزاجك، طب ما انت هتعورنا، يبقى انت النهاردة اعتديت علينا. هنا إذن. هنا مفيش بقى فكرة الحرية الشخصية، ما تنفعش. يعني حريتك تنتهي عند حدود غيرك. اشكرك. قد اكون انا، ودي النقطة اللي لازم الناس تفهمها، قد اكون انا حامل للفيروس ولكنه ما بيأذنيش. حمل للفيروس وتعتقد ان انا سليم، اول ما انزل في وسط الناس هعرف انقله، هيتنقل بالراحة جدا. ليه؟ لان انا بقدر اقاومه وهو موجود معايا، انما الاخر هياخده مني عشان هو ضعيف، يبقى انا تسببت في موت شخص من غير ما اشعر. النقطة دي تحديدا برضو بعيدة احيانا عن وعي الناس من خلال قراءتنا واختلاطنا، ان يعتبر انه حامل الفيروس ان هو بس اللي متضرر. لا، لكن ممكن يبقى عنده مناعته قوية. بالظبط. لكن اذا اختلط بالناس ينقل، يعني هو يعيش وهم يموتوا. يعني صحيح. اقول لك سر كبير قوي، دي نقطة معلوماتية مهمة جدا جدا ينبني عليها تعديل سلوك الناس. صحيح. عايز اقول لك على حاجة في منتهى الجمال، يعني بس مش عشان اخض الناس. اتفضل. احنا فينا الاف الفيروسات داخلة خارجة من يوم ما اتولدنا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. الله يبشرك بالخير يا دكتور. بس انا اسف جدا، يعني عايشين بالالاف الفيروسات. الاف الفيروسات. خد بالك لنا بقى. خد بال حضرتك، الجسم بيقضي عليها وبيهاجمها وخلاص وبتطير. يا سبحان الله. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني في مناعه ربنا خلقها في الانسان. حضرتك في حد شاف الفيروس؟ في حد شاف فيروس؟ لا يمكن تشوفه. تشوفه امتى؟ لما عندك مجهر وتقدر تشوفه وتحلله وتشوف تاثيره. من بياخد جهده وفلوس وميزانيات وقصص، يعني وده اساسا عشان الناس، عشان الاطباء يعرفوا يحللوا هذا الكلام. لكن دي من نعم ربنا ان انت ما بتشوفش الكلام ده. انت تخيل انت لو شفت الحاجات دي مش هتعيش ثانيه واحده من الخوف. ولذلك هي من نعم ربنا ان احنا حضرتك، طب هو الناس اللي خفت ليه؟ هو الفيروس دخلها بس خدت حاجات فدمرها، وفي جسم اساسا دخلت له وهو قاومها وطارت. طب هو قاومها، دي هي دي قصة المناعة، سواء على المستوى البدني الجسدي او برضه في التوازن المستوى الصحي النفسي. اشكرك. خد بال حضرتك بقى، احنا بنقول ايه النفس ايه. وانا بعالج ده، مفروض ان احنا بنحمي النفس انها تتعرض للقلق، للتوتر، للاكتئاب، بالتالي مناعتها، ده بيضعف المناعة. يضعف المناعة. غير كده حضرتك، حتى لو ما هو هيضعف المناعة هيضعفها ملهاش حل تاني. وهيأثر على التركيز. خد بال حضرتك، لأن النقطة دي الناس غافلة عنها. تركيزك أنت هينخفض جدا لما تيجي تفكر. وده يترتب عليه إيه؟ إن أنت مش هتفكر كويس. بمعنى إيه حضرتك؟ تخيل كوباية المية دي حضرتك هي مليانة. أيوه. مليانة على الآخر أهي. وأنت جبت الكوباية بتاعتك مليانة وحبيت أدلقها عليها، هتروح فين؟ هتقع على الارض طبعا. كذلك العقل الانساني لما تبقى مشغول جدا، متوتر جدا، واجي اقول لك مشكله مش هتعرف تحلها. صحيح. مش قادر، لان انت الكباستي بتاعتك اتملت، فاصبحت ايه؟ عندك بقت مشكله كبيره جدا. وبناء عليه يبقى مطلوب التوازن ولا التفريغ وما الى ذلك. هعرف من حضرتك بس اخد اتصال. اسمح لي اخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ حمدي. السلام عليكم. يا اخي انا بسال سؤال، يعني هل ماذا علاقه الوضوء بان الفيروس، يعني هل يقال ان مثلا الفيروس مع الغسيل اكثر من مره بيرجع الفيروس مع دي رحمه من عند ربنا سبحانه وتعالى بالمسلمين؟ اشكرك. هل احنا ممكن نرجع الفيروس؟ والله هي الاعراض بتاع الفيروس، يعني لو كل يوم كده، في ناس بتقول مثلا ناكل توم فص توم على الصبح، او مثلا ناكل بصل فبيزود المناعه. طيب. هل دي كفيل برضو مع الوجود الوضوء 5 مرات في اليوم كفيل، او يعني عامل اساسي ان هو يجدع الفيروس ويخلي الانسان يحس بالطمانية بينه وبين ربه؟ فهمت سؤالك. هو الاخ الكريم بيسأل عن علاقة الوضوء بالقضاء على الفيروس.
او الميكروبات او الاشياء المعديه بشكل عام في علاقه باعتبارنا احنا كمسلمين بنتوضى كتير للصلوات وما الى ذلك، هل ده له دور طبيا مع الاجراءات الاخرى ولا ايه؟ لا بص حضرتك، احنا النهارده بنقول ايه؟ المعلومات الاولانيه عن هذا الفيروس ان بيجي بيلبد على الحنجره ويبدا يشحن نفسه عشان يدخل على الجهاز التنفسي بالكامل جوه. هنا في شرط صغير جدا، ان كيف تكون المياه واقيه لهذا الموضوع؟ شرط بسيط خالص، ان يكون بيشرب كل ربع ساعه شفطات ميه، شفطات مش كده. الناس بتشرب غلط اساسا في الميه. انا لما امسك الميه عشان تبقى تاثر وتحميني لازم اخد كده. وبالمناسبه دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفس في الماء، يعني يشرب على مراحل. اكبر خطأ بيقع فيه المسلمين قبل الغير مسلمين ان بيشربوا الميه كده، يدلقها كده، غلط والله. تعرف الجسم اساسا مش هيستفيد منها، الجسم بيستفيد من الميه وهي نازله بالراحه بالراحه، وكلما ما كان يهاجمش الحنجره بالزبط. والاعضاء بكميه يعني لا يعب عبا يعني بالظبط. اسمح لي اخذ ام محمد معايا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت نسأل الدكتور على إن أنا هنا في البيت قاعدة أنا وزوجي، أنا عندي 60 سنة وزوجي 80 سنة. بنا وكل أولادي وأزواجهم بيشتغلوا يعني يا إما دكتور يا إما في الصيدلية يا إما في صحة. أيوه. كلهم يعني في مجال الطب والصيدلة. فأنا بخاف أخليهم يجوا يزوروني عشان إحنا كبار في السن. أيوة. فبقول لهم لا أنا أكتفي بالسؤال بالتليفون علشان كورونا وإحنا كبار في السن وكده. أيوة. فهل ده ممكن يبقى وسواس بالنسبة لي يعني قهري، ولا ده حاجات احترازية ممكن أعملها؟ بس بسأل الدكتور. سؤال رائع، سؤال رائع، ربنا يبارك فيكي ويمتعكم بالصحة والعافية أنت حضرتك وزوجك الكريم. يعني الأخت الكريمة بتقول أنا عندي 60 سنة وزوجها 80، يعني ربنا يبارك فيهم كبار في السن وأولادهم يعني بين الطب والصيدلة يعني بيشتغلوا في هذا المجال. فبتقول أنا طبعا بسمع أن الكبار في السن ضعيف المناعة بحكم الشيخوخة وما إلى ذلك، فبقول لهم بلاش تزوروني، بعفيكم من الزيارة عشان ظروف عملهم ممكن ربنا يحفظهم يتعرضوا لهذا، فيكفي السؤال بالتليفون. سلوكيا يعني ونفسيا هل هذا التصرف مظبوط من السيدة الفاضلة اللي اتصلت؟ أول نقطة إن يبقوا عندهم هم أساسا الإدراك ده. مين؟ الإدراك والوعي للطرفين. الطرفين. واضح إن في وعي هو من سؤالها. فاهمين ده كويس. لكن هذا لا يمنع هذا لا يمنع إن هم لو احتاجوا حاجة الأولاد يروحوا يوديها لهم. مع كل الاجراءات الاحترازيه. ما هو في يقولوا يروحوا في الوقت اللي هو بعيد عن الحظر. يعني لا مش الحظر القانوني، اقصد الحظر الصحي. ما هو الحظر يعني الصحي انت النهارده هتعمل ايه؟ عدم التلامس. هتوصل لهم الحاجه. من غير لا تحضن ولا تبوس ولا تقدم ولا تاكل ولا تشرب. ده له علاقه بالصحه النفسيه بقى مش كده؟ خد بال حضرتك. احنا عندنا علم. لان ما فيش احرص على الاب والام من الاولاد. بس بلا عشوائيه في ظل الظروف دي. صحيح. يعني العواطف محتاجه تنظيم وتعديل زي ما حضرتك بتقول. وادراك ووعي. الحته دي مهمه جدا. دايما حضرتك كلما زاد الوعي، يعني عندهم اولاد في طب وصيدله زي ما حضرتك قلت. هي قالت كده، فمعناها انه عند اقصى درجات الوعي. كويس؟ اذا هنا بقى هنا في درجه وعي عند الاثنين. ايوه. يبقى هنا مفيش حزازيات. يبقى بالزبط. ده كلام رائع جدا. المشكله وجميل ان الام بتقول كده، يعني ما بقاش زعلانه ان الاولاد ما بيسالوش عليها. لا ده هي وعيها عالي ما شاء الله يعني، فمش زعلانه منهم ولا حاجه. بنحافظ على بعض. ده نوع جميل جدا. وده بس ده مش متوفر. مش قاعده عامه. يا مش قاعده عامه. ولذلك احنا يمكن كلامنا عشان نعلي الوعي عند الاخر. صحيح. احنا عندنا علم اسمه علم نفس الشيخوخه. عندي ثلاث فئات حضرتك لازم ناخد بالنا منهم. اطفال وسن وسطي وكبار في السن. ايوه. طريقه المعالجه تختلف عن الثلاثه خالص. ليه؟ الصغير مش مستوعب ولا عنده الادراك، انت النهارده حبستني انت انت انت، فده بالنسبه له صدمه. انا بعذر الاولاد
اللي موجودين. ما هسأل حضرتك يعني بعد شوية عن تعاملنا مع أولادنا الأطفال. دي حتة خطيرة. طبعا مش قيدناهم، وطبعا باب الحرص والخوف عليهم، نتعامل معهم ازاي؟ اتفضل. هنا حضرتك أي إنسان عشان يقدر يكون جاهز لأي مشكلة لازم بنعمله حاجة اسمها التهيئة النفسية. التهيئة النفسية عبارة عن إيه حضرتك؟ ما جنيش طق طق كده. لذلك اسمح لي أوجه شكر لإدارة الدولة في حتة إيه؟ إنها تدرجت في عملية القرار، ما كانش مفاجئ، ما صدمتش الناس، ما صدمتش الناس. رتبت للمعلومة. الحقيقة أنا براقب يعني أنا براقب دول العالم في عملية القرارات بتاعتها عاملة إزاي. طب خليني أخد اتصال عشان ما تقعد على التليفون كتير. اتفضل. مدام زينب، سلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال، انا في واجب معايا والمفروض اروح اعزي فيه. تعزي؟ اعزي فيه وانا خايفه ومناعتي ضعيفه، 10 الانيميا عندي 10.5، فمش عارفه اعمل ايه، اروح ولا لا؟ طب والطرف الثاني يعني لو ما روحتيش هيبقى هيزعل ولا مقدر الظروف اللي فيها الناس لا كلها؟ هيزعل حضرتك، لان هو واجب قريب مني، فانا خايفه وخايفه ان المناعه 10.5، هل ده يضرني ولا ايه؟ مش عارف. الدكتور هيجاوبك. حاضر، هنقله سؤالك. بتقول برضو سؤال مهم، وده برضو دليل ان حضرتك يعني وجودك معانا بدا يعلي وعي الناس. القرى والريف طبعا العادات والتقاليد والواجبات الاجتماعيه مقدسه واساسيه عنده. فحد حاله وفاه حصلت في القريه، حد قريب منها، السيده المتصله يعني مدام زينب. فهي منعتها مش عارف تقول 10% او يعني نسبه ضعيفه. الانيميا عندها عاليه والمناعه ضعيفه، فخايفه تروح في ظل الظروف دي تؤدي واجب العزاء، لا قدر الله يعني تصاب بحاجه، وفي نفس الوقت الحرج الاجتماعي من انها ما تديش الواجب، تعمل ايه؟ سامحني، خلينا اكلمك بالامانه يعني. اتفضل. هي المشكله مش عندها هي. المشكله عند اللي عنده المشكله، اللي عنده الطرف الاخر. بالظبط كده، عشان كده سالتها يعني. هل هو اساسا من النوع المدرك يعني خلينا نتكلم بالامانه بقى. وده واقع لازم ناخد بالنا منه. اي انسان عنده حاله وفاه او اي مصائب او كذا وما جالوش حد، يبقى العيب فيه، لو يعني هو المفروض ان حدش يجيله. لان الظرف اللي احنا بنمر فيه ده حساس جدا، فمفروض ان هو يسبق ويبلغ ان انا مش هستقبل حد عشان الظروف دي. دي نقطه مهمه جدا. في تعديل السلوك يعني. مش بس يعذر الناس وانا مسامحكم، لا، هو اللي يقول لهم طبعًا. يا جماعه لا، احنا في ظروف ما حدش يخرج، وطبعا هيبقى في انتقالات وممكن يخترق وقت الحظر، يعني في ضرر من كل النواحي، هو اللي يسبق. دي نقطه مهمه طبعًا. قوي. العكس. مش ان انا اللي احرج. ده المفروض انا عشان اسبق الحدث بخطوه وابين دقه المشاعر والاحاسيس وخوفي، في ان انا ابلغ بوسيله او اخرى ان هذا الحدث، وهي ان انا مدرك هذا الكلام وانا مش هقدر استقبل هذا الكلام علشان اللي احنا بنمر بيه. وده كلام ما يزعلش، ده كلام معناه ان احنا بنحب بعض. ده معناه ان ده قمه المشاعر والاحاسيس القيمه ما بين البشر وبعضها، خصوصا لما يكون في حاجه اسمها العاده. ايوه. وانا الحقيقه انا بحسد الناس اللي في القرى صراحه لعدم وجود معلومات تشتت دماغهم قوي كده، لكن دول مش يعني مفروض برضو ما نحرمش نفسينا انه احنا نوصل لهم الوعي في اماكنهم. يعني لازم يكون في وسيله لتوصيل الوعي والخطر عشان يقدروا يحافظوا نفسهم، لكن هم في الحقيقه محميين من خطر الشائعات والمعلومات اللي ورا بعضها. ده الجزء الايجابي يعني. هم معزولين نفسيا بطبيعه ظروفهم عن فيض المعلومات الصحيحه والكاذبه اللي احنا غرقانين فيها للاسف. ولذلك ده حته خطر جدا. نرجع بقى للحته الثانيه اللي بتكلم فيها حضرتك، ان هي الكبار في السن دول لازم نعمل لهم حاجه اسمها تدعيم نفسي. بمعنى بمعنى ان احنا دايما ان شاء الله هيحصل كذا، يعني لازم الابن بقى الواعي اللي هو في الصيدله وفي الطب ده يتكلم دايما، انتوا عايزين حاجه ربنا يبارك لنا فيكم، يعني يفضل يدعمهم. لان السن الكبير الحقيقه بيبقى عنده مشاكل نفسيه من نوع معين. زي ايه يا دكتور؟ يعني زي الموت مثلا، فكره الموت، توقع الموت والتعلق بالحياه. مش كده؟ بالظبط. دول بيبقوا موجودين في السن شويه يعني، تعرف، او بمعنى اصح بنقول، يعني انا اسف اذا كنت بقول هذا الكلام،
يعني بيقول لك منتظر الموت يعني لان السن بيكبر. فانت تعرف بطبيعه الانسان اتصال السيده اللي اتصلت بتقول احنا كبار في السن عشان كده خايفين ولادنا يجوا احنا مش ناقصين يعني سننا كبير ومعرضين ربنا يحفظهم يعني بس هي الفكره كلها حضرتك مش احنا بقى بدل هم عندهم درجه الايمان دي نسكت لا دايما حضرتك نتكلم معاهم دايما نفرحهم دايما نقول لهم ونبلغهم افكار ايجابيه انا ابني نجح في كذا يعني دايما يدخلوا لهم كل يوم معلومات صحيحه بس فيها ايه رفع من المعنويات وكلام كده يعني لازم الجزء ده الدعم النفسي الدعم النفسي وده ايه ما قلتش انا كم معين قد ما بقول باستمرار يعني اقول باستمرار ولكن مش كم معين عشان يمكن الدعم النفسي ده اشار ليه القران او صرح في مرحله الشيخوخه او اما يبلغن عن الوالد عندك الكبر احدهما او كلاهما أشكرك. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهم قولا ميسورا وقولا كريما في الايات يعني في تعامل خاص مع هذا السن صحيح. الصحه النفسيه بتقول كده وسبقها القران الكريم طبعا ما هو خد بالك الصحه النفسيه ديت عباره عن علم حديث والصحه النفسيه مفهومها في الدول العربيه الاسلاميه تختلف تماما عن الدول الاجنبيه العلم مش واحد ايوه ولذلك احنا بس اللي عندنا كعرب مسلمين فكر مرتبط بالقران وده شيء حضاري وشيء جميل بس يعني لو اتطبق صح بالظبط حتى لا يتم تشويه لا يتعرض معاه تشويه القران لا خالص القران وضع قواعد عامه لتجويد الحياه اشكرك الصحه النفسيه والبدنيه صحيح بشكل عام طيب دكتور احنا خلاص اوشكنا للاسف الكلام الجميل والمعلومات الفياضه من حضرتك الله يكرمك عايز استفيد قدر المستطاع في اللمحات المتبقيه ازاي بقى انت حضرتك قلت لي قبل الحلقه المشكله مش في كورونا ربنا يعافي الجميع يا رب ما بعد كورونا قلت لحضرتك ده دي دعوه للتفاؤل صحيح يعني معناه ما بعد كورونا هتنتهي ان شاء الله من العالم كله ده هي سنة ونعيش حياه سعيده ما بعد كورونا ايه المشكله بص حضرتك في قاعده بتقول لك ايه ما لا يتم قياسه لا يمكن ادارته او تطويره قاعده بمعنى ايه حضرتك اول حاجه لازم ناخد بالنا من نفسنا هل دلوقتي انا بتعب بتضايق بغضب توترات مراقبه الانفعالات دي مهمه التحكم جدا فيها في الظروف دي كمان راقب افكارك عشان هتتحول لعادات وبالتالي طب انت لو عندك عادات سيئه دلوقتي هتتعود عليها ودي جات لك جديده هتخرج بعد كده انت متعود على كده غضبان وباستمرار متنرفز كل دي اسمها ايه طيب ولو انت عودت يعني ممكن بعد كورونا ان يبقى بعض الناس مصاب بالوسواس القهري او ما يشبه ذلك صح طبعا. يروح شغله مش عايز يتعامل مع يبقى مبالغ في بقى عادة. بقت عاده خد بال حضرتك النهارده لو عندك الخوف هيتحول لحاجه اسمها الخوف المرضي بنسميها الفوبيا اللي هو خوف. هلع بقى حاجة بقى. ما انت خلاص ما انت بقت عندك العاده ده الخطر دلوقتي طيب احنا نعمل ايه يتم معالجه الامر ده من دلوقتي ما هو لازم نلاحظ خد بال حضرتك كل واحد هو الكنترول على نفسه يقدر ياخد باله هل انا دلوقتي تعبان يبقى انا لازم النهارده ايه لازم استشير حد يكون فاهم واحنا كانت دي فرصتنا مع حضرتك للاسف الحلقه انتهت ان احنا استشرناك وسالنا اسئله شكرك. ربما تكون سريعه شويه لكن قدر المستطاع حسب الوقت المتاح قدرنا نوصل لكم هائل وجميل ومفيد جدا على مستوى مهم الناس بتهمله اللي هي الصحه النفسيه والمناعه الذاتيه واداره الذات والتحكم في انفعالاتنا والعلاقات الجديده اللي بتتشكل من جديد في ظلال كورونا يا ربنا خلصنا منها على خير يا رب العالمين صحيح. والاسره بتعود لنفسها بس بشكل ايجابي نجود حياتنا ويبقى العالم ما بعد كورونا عالم اكثر استقامه ومعدل سلوكيا على حسب تعبير قبل ما اشكر استاذنا الدكتور انا بذكر اخواني واحبابي مشاهدي قناه الندى ان لا تزال القناه يعني في حاجه الى دعمكم عايزين نوصل رمضان تستمر المسيرة في على كل المستوى زي ما انتم شايفين ضيوف أكارم بيفيدونا في كل وقت وأثناء الأزمات بمعلومات ويعني مشكورين متطوعين جايين يفيدوا المسلمين مش بس العلوم الشرعية العلوم الاجتماعية العلوم التربوية ده كله محتاجين لمثل هذه القناة أن تستمر
فدعمكم واحنا في ايام خير وايام صدقات لا نجد حرجا ابدا ان احنا ندعو حضراتكم لهذا الدعم وهذا التواصل عشان نستمر ان شاء الله او تستمر هذه القناة قناة الندى الفضائية في تقديم ما هو نافع لمصر الجميلة وللعالم الاسلامي وكل من يشاهدنا في كل مكان يا رب العالمين، وانتم دايما من المسارعين في الخيرات. في نهاية الحلقة بشكر استاذنا الغالي الدكتور حسام الدين امين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك على المستوى الشخصي، استفدت خدت جرعة ارجع بيها لاولادي والسادة المشاهدين اكيد استفادوا. شكرا ان شاء الله لنا لقاء تاني في يعني نقول ما بعد كورونا ويكون قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور. شكرا يا فندم والله. شكرا جزيلا. الله يكرمك. بشكر حضراتكم نلتقي باذن الله على خير. السلام عليكم.